هي بدها تخطفني. الو الو، اي بابا شوفي بابا. انا ايه تمام، بعرف انك راجع من المدرسه. اي بابا وينك انت؟ انا عم استناك. خير شو بك ربي؟ في شيء يعني ما عم تحكي لي اياه؟ شوفي هي اللي شوفه. بابا انا مش لاقي بسكوتي، لازم تجيب لي اياها. بدك بسكوتي؟ ابني نبرة صوتك غريبة علي، في شي حواليك؟ في شي؟ ايه بابا تعال يلا. يعني انت بخطر يا ابني؟ بابا انا وين؟ نفس المكان اللي بوقف فيه دوم. يلا خليك خليك، انا جاي لعندك. خليك يلا يلا بابا، انا بستناك بسرعة. تعال سلام. استنى دقيقتين، اذا ما اجى حدا رح اتصل. هيجي بابا. هيا بابا، مين هي؟ شو بدها منك؟ شوفي فهمني يا بابا. هي كانت بدها تخطفني. والله طلعت ذكي يا ابني، شلون خطر على بالك هيك تدعي لي؟ شلون خطر على بالك؟ هي تربيتك يا بابا، شو مفكرني ماشي؟ برافو عليك يا ابني، عن جد ما ضاعت تربيتك. امشي معي امشي امشي، وثاني مرة لا تطلع من البيت لحالك، عم تفهم ولا لا؟ هي رسالة لكل ولد عم يشوف هذا الفيديو، لا تطلعوا لحالكم من البيت من دون اهاليكم من دون اذن، عم تفهم ولا لا؟ نفس الشيء انت لازم تعمل، يلا تعال. عمرك لا تطلع من البيت لحالك. روح اطلع اطلع من هذيك الطرف. يلا إن شاء الله تكون وصلتكم الفكرة وحبيتوا الفيديو، فبتمنى منكم كل واحد شاف هذا الفيديو للنهاية يحط لنا لايك لهذا الفيديو ويعمل مشاركة للفيديو في كل مكان، في أي جروب موجود عندك. لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات، ولا تنسوا كمان تصلوا على النبي بالتعليقات. خلينا نشوف كم من شخص راح يصلي على النبي بالتعليقات، وربي يسعد إياكم. بشوفكم بغير فيديو، والسلام عليكم.